في حقيقة الأمر النتائج يعني مجزية. تقريبا يعني حققت الشركة 600 مليون ريال عن 4 شهور، 3 شركات. العائد على الايرنينج بير شير، العائد على السهم تقريبا 49 درهم. تم الموافقة على التوزيع اللي هو تقريبا 35 درهم، ما يعادل 72% من حصة السهم الواحد. هنا نسأل، يعني هناك من يقول لم تكن الشركة مضطرة لهذه التوزيعات، يعني قد تكون سابقة الأولى هي ليس في المنطقة إنما العالم، شركة بعد شهرين تقوم بتوزيعات، لماذا قمتم بهذا؟ والله هذا طبعا يعني بالتوجيهات من سمو الأمير السامية بمكافأة المساهمين بإعطائهم الأرباح ال4 شهور اللي هي من 1/9 إلى 31/12، علما بأنهم شكل ما قلت أن اكتتبوا بعد هذه الفترة، فهذه تقريبا يعني سابقة الأولى من نوعها يعني. ونشكر في هالمقام هذا السمو الأمير على هذه المكرمة، وهذه مو بغريبة على أبو حمد يعني. طبعا نسألك أيضا فيما يتعلق بأرباح الشركة، طبعا جل الأرباح تأتي من كيوكيم 1 وكيوكيم 2. نعم. نسبة قطر للفينال هي قليلة نوعا ما. نعم. ماذا عن عام 2014 والأرقام المتوقعة؟ والله يا أخي الأرقام المتوقعة يعني تدري أنت يحكمك أسعار، أنت تدري يعني هذه إحنا نبيع مواد خام، وبالتالي تحكمك الأسعار العالمية. احنا متفائلين خير انه بيكون ان شاء الله يعني عام 2014 عام جيد ومع يعني ارباح وايرادات جيده. كذلك عند المصانع هذه عندها استطاعه انها يعني تنتج اكثر من النسب التشغيليه حقتها يعني. هل سيكون هناك خطوط انتاج جديده بالنسبه لكيوكيم 1 وكيوكيم 2؟ والله يعني ما عندي يعني المعلومات هذه، لكن احنا ان شاء الله احنا لا نسبق الاحداث، قريبا ان شاء الله بيكون في 22 من الشهر هذا اجتماع المجلس الربع الاول 2014، فبيكون ان شاء الله اذا في شيء بنتطرق له ان شاء الله. طبعا يعني كذلك فيما يتعلق بالاسواق التي تذهب اليها منتجات الشركه ماذا عنها، وبالتالي يعني اسعار البولي ايثيلين وكذلك منتجات الشركه لاحظنا تحسن فيها نوعا ما. بالضبط، هو تقريبا يعني الاسواق هي يعني فيها اسواق الصين كذلك الهند واوروبا، وهذه الاسواق يعني. والسوق المحلي كم حصتم؟ والله السوق المحلي يعني مش يعني هو كله تصدير يعني. السوق المحلي تدري احنا نبيع الخام، مادة الخام يعني البولي إيثيلين. طبعا هناك أسئلة كثيرة ربما تتعلق بعمل هذه الشركة، طبعا قضية الأسهم يعني هي الشغل الشاغل بالنسبة للقطريين، وقضية فك الأسهم وكذلك أيضا حماية هذه الأسهم، ماذا تقول بمناسبة اليوم الأول لهذه الجمعية العمومية للشركة، ماذا تنصح المساهمين فيه؟ والله أنا شوف في البداية أصلا يعني رأت يعني الإدارة العليا أن يعني لازم يكون هناك في تشجيع للإدخار، فهذه يعني ان شاء الله انها بتكون راح تعمم يعني هذه الخطوه. يعني احنا حصلنا ان يعني من خلال هذه يعني احنا بنزيد الاسهم للممتلكين الاسهم بدون زياده راس المال. يعني قطر للبترول راح تتنازل عن اسهمها مكافاه للاشخاص اللي بيحتفظون في هذه الاسهم. يعني راس المال بيبقى نفس ما هو، فما في اعباء على راس المال. هذه تعتبر بعد ميزه يعني لتوزيع الارباح. ما توزيع الارباح بعد 5 و10 سنوات، انت لو تحسبها هي عبارة عن يعني 10% سنويا. صح.